مشاركة جامعة الدول العربية تأتي في إطار الدعوة اللي تلقتها جامعة الدول العربية من وبالذات معالي الأمين العام الدكتور نبيل عربي، من معالي المستشار أنور العاص اللي هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، ونعتبر أن هذه الانتخابات محطة هامة جدا في تاريخ مصر، ويمكن من أهم الانتخابات اللي تجرى في المنطقة، واللي بتحرص فيها جامعة الدول العربية بشكل كبير جدا على مواكبة هذا الاستحقاق الهام من خارطة الطريق اللي خططها جمهورية مصر العربية، واللي بتأتي كخطوة في من خطوات الخطوة الثانية في مسيرة الديمقراطية بعد إقرار الدستور، وهذه الخطوة هامة جدا في قضية الإصلاح الديمقراطي اللي مشت في وسارت في جمهورية مصر العربية. في هذا الإطار وجه معالي الأمين العام بتشكيل لجنة من جامعة الدول العربية مشاركة في الانتخابات الرئاسية. اللجنة هي يرأسها رئيس قطاع الإعلام والاتصال. العضوية البعثة ستكون حوالي 100 عضو مشارك، رح تتوزعوا لأكثر من 22 محافظة، وهذا بيعني انتشار كبير جدا لأعضاء البعثة في كافة محافظات الجمهورية. طبعا اختيار البعثة زي ما انتم بتعرف احنا بنختارها بناء على معايير معينة، وهذه المعايير أهمها انه الا يكون من جنسيه الدوله المعنيه، يعني الا يكون فيها اي اخ من الاخوه المصريين لحياديه العمل، وبنفس الوقت هو بحقق احنا كمان بهمنا انه يشارك نساء ورجال، واخواتنا السيدات الصبايا موجودين معنا كمان، في عنا عدد كبير ايضا من السيدات والرجال هم موجودين في اعضاء البعثه، ونظرا أن قواعد البعثات زي ما حكينا تقتضي أن يشارك فيها مصريين، فطبعا زي ما قلت مش رح يشارك فيها مصريين. هلا انتم زي ما بتعرفوا أنه احنا وقعنا اتفاقية تعاون ما بين جامعة الدول العربية وما بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتم في هذا الاتفاقية تحديد حقوق وواجبات المتابعين للانتخابات الرئاسية من بعثة جامعة الدول العربية. وقعت أنا بالنيابة عن جامعة الدول العربية الاتفاقية، ووقع من جانب اللجنة العليا للانتخابات معالي المستشار أنور العاص اللي هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية. وقعنا هذه الاتفاقية بتاريخ 15/4، ويمكن أنتوا تابعناها مع بعض. طبعا الجامعة ستقوم في المرحلة المقبلة لأول مرة بالمشاركة مع مكاتبنا في الدول العالم المختلفة. الآن بدأ يأتينا من المكاتب اللي راح تتابع في دول العالم المختلفة الانتخابات المصرية. احنا عندنا في برلين ستتابع بعثتنا في برلين، وفي فيينا ستتابع بعثتنا في فيينا، وفي نيويورك، وفي أديس بابا، وفي باريس، وبالإضافة طبعا احنا ننتظر باقي البعثات اللي هي ستشارك في انتخابات، وهذه أول مرة الجامعة تشارك فيها البعثات من الخارج، وهذه ستكون أيضا جزء من التقرير اللي ستقدمه جامعة الدول العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات من خلال الأمين العام للجامعة. البعثة الجامعة احنا سننشئ غرفة عمليات، وأنا بعتقد العديد من الإخوة والأخوات المرة السابقة زاروها غرفة العمليات. أنا سأعقد إن شاء الله باليوم الأول، في نهاية اليوم الأول بعد حوالي الساعة 2 بكون جايينا ملاحظات المتابعين من كافة محافظات اللي إحنا رح نكون على اتصال مستمر معهم. إحنا في عنا الكرايسيس روم اللي هي غرفة الأزمات، هي مجهزة تجهيز كامل، بعد منكم زاروها رح تكون هي غرفة العمليات نفسها اللي استخدمناها في متابعة الاستاء على الدستور. بحب كمان تزوروها وتشوفوا كيف المتابعين بيتم عملهم، سيكون على اتصال مباشر مع المتابعين بكافة المحافظات طول النهار، رح يكون على اتصال مباشر. احنا في عنا تنسيق كبير جدا مع الحكومة المصرية، ممثل بوزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وأيضا اللجنة العليا للانتخابات على مدار الساعة، فبالتالي سيتم تأمين
جميع المتابعين موظفين الجامعة في كافة المحافظات، وإحنا طبعاً حريصين جداً على أمنهم وأمانهم، وأن تكون العملية تسير بيسر وسهولة إن شاء الله، وبشفافية، وحتى يعني يطلع الجميع على الإجراءات المختلفة. إحنا طبعاً سنزور اللجنة العليا للانتخابات في خلال الأسبوع الحالي، وسيتم المناقشة فيما بيننا وبينهم حول الإجراءات الممكن إحنا نطلبها من اللجنة العليا للانتخابات. هم كانوا على استعداد تام لتسهيل أي صعوبات ولوضع كافة التسهيلات أمامنا في عملية المتابعة. فرح نواصل إحنا من خلال أمانة شؤون الانتخابات تنسيق مع كافة القطاعات الأخرى بالأمانة العامة حتى ننهي كافة الأمور الفنية واللوجستية. أنتم بتعرفوا إنه هاي العملية لم تقم فيها الجامعة لأول مرة. الجامعة الآن أصبحت يعني تطلب من كثير من الدول، ليس فقط العربية وإنما أيضا من دول صديقة. يعني غطت الآن انتخابات حوالي 55 دولة بالعالم، وشارك فيها أكثر من 800 مراقب، وإحنا على استعداد أن نلتقي بكافة المؤسسات اللي هي جاءت إلى مصر حتى اللي تطلب إنها تجتمع معنا، زي الاتحاد الأوروبي وغيرها اللي جاءت تتابع الانتخابات حتى يتم التنسيق ما بيننا وبينهم.